لا
كنت غير صاحب أخلاق، إذا كانت معاملتك سيئة، إذا كان سلوكك غير جميل، إذا كان نطقك غير جميل، فأنت لم تتخلق بأخلاق الإسلام. وهذا هو واقع الأمة أيها الإخوة الكرام. إن الأمة لم تنقصها العبادة، إن الأمة لم تنقصها التدين، لم ينقصها التدين، إنما الذي ينقصها الأخلاق. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. لن تغفل أيها الأخ الكريم على أنك صاحب رسالة، لن تأتي إلى هذه الأرض من أجل العيش فحسب، إنك إذا جمعت همك في هذا الأمر وحده كنت غير فاهم لدينك، وكنت غير فاهم لأخلاقك، وكنت غير فاهم لقرآنك، وكنت غير فاهم لنبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تعرف رسالتك فإنهم لم يبقوا في مدينة أو في مكة، إنما هاموا على وجوههم حاملين هما كبيرا، إنه هم هداية الناس إلى معرفة رب الناس. إننا أيها الإخوة الكرام إذا اختصرنا حياتنا في جمع المال، اختصرنا حياتنا في التضرع من ملاهي الحياة، فإننا نكون خسرنا الأمانة، إنها ينتهي فيها الشباب، ثم ينتهي فيها المال، ثم ينتهي فيها
الأخت الكريمة، إنني لا أقول هذا الكلام من أجل أنني أعلم أشياء، لكنني أريد أن يكون خطابي خطاب للرجل كما أنه خطاب للمرأة، وإن الرجال شقائق، وإن النساء شقائق النساء في الأحكام، فلم يفرق النساء بينهما إلا بأمر يخصهم. أيها الإخوة الكرام، حتى لا أطيل، إن هذه الرسالة التي أوجهها هي لي أولا قبل أن تكون لأي أحد أو لأي واحدة، إن هذه الرسالة أيها الإخوة الكرام يجب أن نحمل همها، أن نحمل ثقلها، أن نتحمل المسؤولية بها من أجل إيصال الخير لهؤلاء الناس وما أحوجهم إلى ما عندنا من الخير إن كنا لا نعلم أننا أصحاب الخير. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اصلح أبناءنا، اللهم اصلح بناتنا، اللهم اصلح أزواجنا، اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، ما نعلم منها وما لا نعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك أن تجمع شملنا المسلمين، اللهم وحد ليلتهم، اللهم أعلي رايتهم، اللهم رد بهم إلى كتابك أرضا جميلا، اللهم اهدهم واجعلهم سببا لما يهتدى، اللهم اهدهم واهدهم واجعلهم سببا لما يهتدى، برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انا نسالك ان تحفظنا جميعا، وان تحفظ جميع المسلمين في مشارق الارض ومغاربها، اللهم انا نسالك ان تحفظ كل من له غيره على دينه، اللهم انا نسالك ان تحفظ كل من نشر السنه والسلام في العالم، برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته، كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قوموا ان شاء الله عز وجل. الله اكبر.